الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. عرفت المرحلة العربية والإسلامية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بأنها حقبة الصحوة الإسلامية، التي شهدت ازدهارا للأدبيات والخطابات الإسلامية واكتسح عندها الدعاة والكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي والمؤتمرات الدعوية، الشارعين العربي والاسلامي وقد اعتبر البعض ان الصحوه الاسلاميه كانت وراء الحراك الاسلامي التجديد بقياده بعض الدعاه وعلماء الاسلام الى درجه ان عبد العزيز بن باز قال عنها هذه الصحوه التي تسر كل مؤمن ويصح ان تسمى حركه اسلاميه وتجديدا اسلاميا ونشاطا اسلاميا. وعن الصحوه الاسلاميه قال محمد بديع المرشد العام لتنظيم الاخوان المسلمين ان الكيد والمكر ضد الاسلام لم يتوقف لافتا الى ان المتامل في الواقع العالمي والناظر لما يدور في العالم الاسلامي يدرك حجم المؤامره التي دبر لها بليل لوقف المد الاسلامي ومنع الصحوه الاسلاميه في ديار المسلمين من ان تاخذ مداها وفي مقاله الله بعنوان كلمه الى ابناء الصحوه الاسلاميه قال راشد الغنوشي مؤسس حركه النهضه التونسيه غير انه في سماء تونس تلتمع اضاءات وبشائر لعل اهمها الانعطافه الواسعه للمجتمع التونسي في كل المستويات وخاصه الشباب نحو الدين وتعاليمه ورموزه من صلاه وحجاب وكتاب ومناشط جاد وذهب اخر الى القول بان اعظم واهم واشرف منجزات الصحوه الاسلاميه ترسيخ التوحيد الذي جعله الانبياء والرسل راس مشروعاتهم تامل في البلدان العربيه يقول هذا الكاتب تامل في البلدان العربية والاسلامية التي لم تنتعش فيها الصحوة السنية وابكي ان كانت دموعك يستثيرها التوحيد على عدد الاضرحة والمزارات والقباب والمشاهد والمراقد المقدسة. اسال اي حركة قبورية في العالم عن اخطر توجه يهددهم وسيقولون لك الصحوة السلفية. اي شرف ان يكون من يواصل مشروعات الانبياء والرسل هم هؤلاء السلفيون من ابناء الصحوه الاسلاميه طبعا ها هنا عرضت لاقوال من مدارس اسلاميه متعدده من باب القراءه الواسعه اذا كيف تحولت الصحوه الاسلاميه الى العنف والارهاب ومن المسؤول عن تصدع الصحوه الاسلاميه ولماذا اختار المنظرون للصحوه سياسه حرق المراحل وتوريط الصحوه؟ ولماذا تتارجح الصحوه اليوم بين الموت والاحتضار؟ لقد وصل بعض طلائع الصحوه الاسلاميه الى دوائر صناعه القرار في مصر وتونس على سبيل المثال، وكان انخراط الاسلاميين المتحدرين من تجربة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وتونس تحديداً مؤشراً على خروج الصحوة الإسلامية من دائرة الدعوة إلى دائرة الدولة. فلماذا أخفقت هذه الصحوة الإسلامية في مرحلتي الدعوة والدولة معاً؟ ولماذا لم تتمكن من الحفاظ على الحكم؟ وكيف نفسر انقلاب مزاج الشارع العربي والإسلامي من الصحوة الإسلامية والى الالحاد احيانا. هل وزع اهل الصحوه اوهاما فقط؟ هل برعوا في النظريه وعندما خاضوا التطبيق تساقطوا؟ لماذا تحول قطاع واسع من ابناء الصحوه الاسلاميه الى العنف المسلح ضد السلطات؟ ثم ضد المجتمعات. اين اصبحت الصحوه الاسلاميه اليوم؟ اين اصبحت الصحوه الاسلاميه؟ هو ذلكم العنوان الذي سوف نعالجه في برنامج الفلاميم ويشاركنا من تونس القيادي في حركة النهضة ووزير النقل السابق الأستاذ عبد الكريم الهاروني ومن سورية الدكتور علي الشعيبي صاحب التصنيف الكثيرة في الحركات الإسلامية ومن تركيا الأستاذ الفاضل دكتور أسامة جادو النائب السابق في البرلمان المصري عن الاخوان المسلمين. مشاهدينا مرحبا بكم جميعا. ولي رجاء من الاساتذه الاعزاء من الفضلاء. هذا الجيل يتحمل عبئا كبيرا ونحن امام مسؤوليه شرعيه وتاريخيه. لذلك ارجو من ضيوفي الدكتور اسامه، الاستاذ عبد الكريم، الدكتور علي الشعيبي ان نعالج هذا الموضوع بهدوء. دون سب دون تجريح يهمنا ان تفهم الاجيال لماذا تبددت الصحوه والم بها ما الم وكل رجاء انكم سوف تقدمون طرحا علميا واكاديميا نفيد به الاجيال التي تتعرض لتزوير الحقائق ابدا معك الاستاذ اسامه جادو كانت الصحوه الاسلاميه عنوانا في مرحله من المراحل وكان الاحياء الديني بارزا للعيان المساجد كانت عامره العوده الى حفظ القران الى حديث النبي الاعظم كانت يعني هي التيار السائد في المشرق العربي وفي المغرب العربي ومن ثم وقع انقلاب خطير في الصوره من يتحمل وزر تضعضع الصحوه الاسلاميه في نظرك استاذ اسامه. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفيك الكريمين وللسادة المشاهدين. يعني الشكر كل الشكر لك ولفريق الاعداد ان يطرح هذا الامر الهام في هذه المرحلة الخطيرة والتاريخية من حياة امتنا الاسلامية. أؤكد على ما جاء في التقرير ان الصحوة الاسلامية كانت أملا ولا زالت لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في جمع شملها ورقيها واداء دورها المنشود وعطائها الحضاري كأمة قال عنها ربها كنتم خير أمة أخرجت للناس. دعني أيها الأستاذ الكريم أن أرجع خطوات تاريخية لمرحلة سبقت مرحلة الصحوة الإسلامية وهي مرحلة اليقظة الإسلامية التي انتشلت الأمة من الاحتضار ومن الضياع ومن التبعيه ومن الاحتلال نشلتها الى مرحله الحياه والبعث والاحياء من جديد نذكر في مرحله اليقظه والبعث الاسلامي جهود علماء ومفكرين اسلاميين كثيرين في بلدان كثيره متعدده متنوعه من شرق الامه الى غربها حتى اثمرت حاله من الصحوه الاسلاميه الصحوة الاسلامية موجات في تاريخ الامة الاسلامية، موجة كانت قوية في اربعينيات القرن الماضي وموجة اخرى كانت في السبعينيات والثمانينات والان موجة ثالثة على وشك ان تعم بلدان وعالم الامة الاسلامية باذن الله تبارك وتعالى. سيدي الصحوة الاسلامية مجالات متعدده متنوعه ابدع فيها الاسلاميون علماء وشباب ورجال ونساء مؤسسات وافراد وجماعات على طول بسيطه الارض وعلى عرضها مجالات متعدده متنوعه من الظلم البين للصحوه الاسلاميه وللحركات الاسلاميه ان نختزل تجاربها العظيمه في البعد السياسي او في الحكم او في مشاركه المشاركه السياسيه اين مجالات التعليم التي خاضتها الصحبه الاسلاميه الجماعات والمعاهد والمراكز والافكار التي ملات الفضاء الخارجي والداخلي للعالم اين المشاركات القويه في الاقتصاد و... يعني كان الاقتصاد الاسلامي نكره في وسط عالم الاقتصاد العالمي سواء بشقيه الحر والاشتراكي فنبتت فكره الاقتصاد الاسلامي ثم صارت بادره ثم ظاهره ثم اصبحت تزاحم اليوم في بلدان كثيره بل في اوروبا كما تعلم سيادتك توجد هناك ترديدات للاقتصاد الاسلامي اين المشاركه في بناء الحضاري والقيمي وفرض النسق القيمي الإسلامي على الأمة لو كان الوقت يتسع لعددت لحضرتك ولسادة المشاهدين على المجالات التي توسعت وتمددت فيها الحركة الصحوة أستاذ الإسلامية أسامة نعم. فأحدثت حياة جديدة أستاذ أسامة فضل. لعلك وطأت للبحث دعني أذهب إلى الأستاذ عبد الكريم الهاروني لاساله في السياق ذاته هل كانت الصحوه استاذ عبد الكريم وبالا على الامه بلحاظ النتائج والافرازات فيما بعد والتداعيات ام كانت هذه الصحوه في سياق طبيعي لتطور العالم الاسلامي باتجاه العوده الى القيم باتجاه العوده الى الاسلام الاصيل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله تحيه من تونس الى كل اخواننا في العالم الاسلامي طبعا الصحوه الاسلاميه وجدت لان المجتمع العربي الاسلامي في حاجه الى هذه الصحوه وبدات هذه الحاجه من دعوه الافغاني رحمه الله والسؤال الحضاري لماذا تاخر المسلمون وتقدم غيرهم لماذا تفرق المسلمون بعد وحدتهم؟ لماذا وقع احتلال واستعمار ارض المسلمين ومجتمعاتهم وخيراتهم؟ فالصحوه الاسلاميه جاءت جوابا من جمله اجوبه على هذا التحدي الحضاري والسياسي والاجتماعي. ولذلك بدات حركه اصلاح قامت على محاوله التوفيق بين تعاليم الاسلام وبين مكاسب الغرب وتقدم الغرب وخاصة العلمي والتنظيمي ثم عندما تصاعد اضطهاد الشعوب العربية الإسلامية ووصل ذروته باحتلال فلسطين فأصبحت المقاومة ضد الاحتلال والاستعمار والمقاومة تعود إلى القيم الإسلامية وتستمد قوتها من القيم الإسلامية لمقاومة الاستبداد الخارجي ثم بعد تحرر شعوبنا من هذا الاحتلال بحثنا على بناء دولة جديده ولكن للاسف بناء الدوله الجديده همش الاسلام وقيم الاسلام ولم يكن في تواصل منسجم مع طبيعه الحركه الوطنيه والتحرر الوطني فجاءت هزيمه 67 وكانت صدمه اخرى وبعد هزيمه 67 اصبح العالم العربي والاسلامي يبحث عن طريق الخلاص بعد فشل النظام العربي في الدفاع على الارض والارض والدين والاستقلال فمنذ ذلك الوقت بدات محاولات للخروج بعالمنا العربي والاسلامي من هذه الحاله المترديه وكانت الصحوه الاسلاميه من اهم الاجابات على هذا التحدي وارادت ان تعيد الاعتبار للإسلام وقيامه في بناء الدولة وبناء المجتمع ومقاومة المخاطر التي تهدد العالم العربي الإسلامي من داخله ورأسها التخلف والاستبداد ومن خارجه ومظهره الاستعمار والاحتلال والاستغلال الاقتصادي والغزو الثقافي فالحركة الإسلامية بدأت بالصحوة ولكن هذه الصحوة تعددت وتنوعت حسب وضعية البلد الذي تتحرك فيه وبالتالي هي قريبه من واقعها ومن مجتمعها وليست مسقطه عليه او قالبا صالح لكل شعب ولكل بلد فبدات تتعدد بتعدد الانتماء الجغرافي وبدات تتعدد بالمناخات المتوفره امامها فكلما توفرت الحريه تقدمت الصحوه الاسلاميه في اطار العمل السلمي والعمل الاجتماعي والمجتمعي والمشاركه حتى في مؤسسات الدوله وكلما اعترض الصحوه الاسلاميه قمع واضطهاد وتطرف علماني واقصاء من حقها في التعبير او المشاركه او اداره الشان العام كلما تطور منهج هذه نعم عبد الكريم على مقاومه الاستبداد نعم. نحن في تونس نعم. قبل, في قبل تونس قبل تونس استاذ عبد الكريم نعم. يعني سوف ادخل في المحور الثاني في بعض المصاديق الواقعيه في تونس ومصر، لكن هذا القدر مما اشرت اليه كفيل بان يدفعني باتجاه دمشق الى الدكتور علي الشعيبي. دكتور علي استمعت الى كلام الاستاذ عبد الكريم الهاروني وهو قيادي في حركه النهضه التونسيه التي لعبت ادوارا كبيره في تاريخ تونس المعاصر. واستمعت ايضا الى ما قاله القيادي في تنظيم الاخوان المسلمين الاستاذ الفاضل اسامه جادو وتوافق على ان الصحوه الاسلاميه كانت فعلا حضاريا كانت محاوله لانقاذ الامه الاسلاميه من براثن الجهل التخلف التحجر وبالتالي هذا الفعل الحضاري كان حركه ذاتيه للمسلمين لعلماء الاسلام هل لك ما تضيفه أو هل لك ما تشكل عليه صح التعبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبعد سلام الله على مشاهديك وعلى ضيفيك وعلى شخصك الكريم حياك الله اللهم أحسن أحسن قولي وألهمني عمق التفكير أما بعد فما تفضل به الفاضلان كلام جميل 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 جداً لكن إلى أين يمضي هذا الكلام؟ وكيف انصرف هذا الكلام في السوق الإسلامية، في الشارع الإسلامي؟ تفضل الأستاذ عبد الكريم حين قال ونُكبت الأمة بعد 67، ولفت نظرنا آنذاك وكنا في عز الشباب أن الكتب الإسلامية ملأت المكتبات ونشرت على قارعه الطريق وكانت تباع بتراب الفلوس كما يقال في العمي الفصيح وثم حين كنا نبحث وراء طابعيها كنا نستغرب ان الذين اشرفوا على طبع هذه الكتب لم يكونوا في الغالب من المسلمين لم يكونوا اطلاقا من المسلمين وقدموا كبار وامهات الكتب الاسلاميه بارخص الاثمان. وبدا الناس يلتهمون تلك الكتب. وكنت تجد الناس في شغل شاغل حول تلك الكتب، واقتنعنا حينها اننا اصبحنا او صرنا في صحوه اسلاميه. لكن اسمح لي اخي الكريم وليسمح لي ضيفاك، المرء منا في هذه الحياة يعيش ثلاثة أزمنة في حياته. الزمن الماضي الذي لا بد منه هو أسه، هو انطلاقته في فكره وفي وجوده وفي حياته وفي كيانه وفي رسم شخصيته، والزمن الحاضر الذي يعيشه والزمن الثالث الذي يستشرفه حين تكون صحوه تفرض علينا ان نعيش حاضرنا وان نستشرف مستقبلنا لنستطيع تسخير هذه الصحوه لما فيه صالح الامه ولكن في واقع الحال الذي جرى ان اغلب الكتابات الاسلاميه انذاك ألوت أعناقنا فصرنا ننظر إلى الماضي ب... ب... بعظمة كبيرة جدا ونسينا حتى كيف نعيش الحاضر وأخذنا من ذلك الماضي ما كان قد أوجد الفرقة بين الماضيين وأوجد الخلاف بينهم لم نستطع ودعني أقول لم نستطع حتى تاريخه ان نتجاوز تلك الخلافات القديمه لنعيش حاضرا اسلاميا مزدهرا راقيا ونستطيع ان نثبت من جديد عظمه هذا الاسلام ومن خلل هذه العظمه نستطيع ان نستشرف المستقبل فكانت اغلب تلك الكتابات قد احيت تلكم الخلافات وعشنا حاضرا مؤلما وقضينا وقتا طويلا من هذا الحاضر على النبش في حياه الناس المعاصرين وصرنا نطلق السموم هنا وهناك لم نحمد الله كما يجب ان يحمد المسلم ربه على ما اعطانا مما اعتقدنا انه صحوه وليسمح لي ضيفاك ولتسمح لي جنابك عشت مثلهما أعتقد أننا في الصحوة نعم دكتور ذكرت علي ذكرت جنابك في نعم. بداية الحديث دكتور علي أدركني فاصل لكن لا شك أنك تقصد مؤلفات سيد قطب وأبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي حاجة. وغير ذلك نعم. من الذين كتبوا في آلية الحكم جاهلية القرن العشرين نعم. محمد قطب سوف نناقش كل هذه التفاصيل لكن بعيد الفاصل اذا سمحت مشاهدينا فاصل قصير ثم نواصل حلقتنا فابقوا معنا مشاهدين أهلا بكم من جديد من أدرك حلقتنا الآن نحن نعالج موضوع الصحوة الإسلامية ومصير هذه الصحوة دكتور علي الشعيبي أنت عممت كثيرا في الاستهلال وذكرت أن الصحوة أولا الذي دشن للكتب الإسلامية التي أفرزت فكر الصحوة لم يكونوا من المسلمين يعني انا احب التوضيح اذا سمحت حتى ضيوفي ايضا يطالبونك بالتوضيح والاشاره المباشره الى الموضوع من فضلك احسنت احسنت احيانا طول العمر يتيح لك وكثره الترحال تتيح لك التعرف على الناس كنت مدرسا في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه واكرمني المفتي ابن باز عبد العزيز حين صدر لي معجم مصنفات القران الكريم في سبع مجلدات اكرمني بالذهاب الى مكه معتمرا وحين عدت ذهبت اليه اشكره وكان عنده رجل بمثابه عينيه اسمه موسى العتيبي فجاءه هاتف فرد على الهاتف قائلا ثم التفت الى المفتي قال يا سماحه المفتي هناك امر كبير اثنان في المنطقه الفلانيه تبادلا زوجي زوجتيهما لمده اسبوع ما هو حكم الشرع فقال له الشيخ عبد العزيز اسكت اسكت الحين فهذه الصحوه انتقلوا من هذه من هذا المثال المؤلم الى امر كان في الرياض ندوه المرحوم عبد العزيز الرفاعي والتقيت هناك ابا الحسن الندوي ودار حديث مطول واخذت منه مبايعه عباده ابن الصامت رضي الله تعالى عنه يحملها ارثا اسلاميا. ثم دار حديث مطول اتفقنا خلاله خلال هذا الحديث أنه ليس ثمة الصحوة التي يبتغيها المسلمون كما يجب أصدر القرضاوي في تسعينيات القرن الماضي كتابا عن الصحوة يخاطب فيه الشباب ويسألهم لم تبتعدون عن الدين جاءه الجواب في الواقع الذي نعيشه حاضرا حين قلب الناس الاسلام الذي هو دين السلام ومن يخترق السلام يخترق الاسلام جاءه الجواب من خلال ما يحدث فاذا انتقلت الى سيد قطب الذي كنت اعشقه عشقا كبيرا وما زلت وانا في الحاديه والسبعين احفظ له الكثير من الصفحات حين تحدث سيد إبراه... سيد قطب ابراهيم حسين عبد الله الهندي الاصل واخذ نظريه الحاكميه من ابي الاعلى المودودي حين تحدث في هذا الموضوع كان مرعبا كان مخيفا سيما في الجزء السابع حين يعبر عن مساجد المسلمين بانها مواخير للدواب مواخير للدواب اسطبلات والكنت التقيت عام سته وثمانين باخيه محمد قطب ابي انس بحضور يوسف القرضاوي فقلت له كيف يجعل اخوك من مساجد المسلمين مواخير للدواب، فقال لي لقد أخطأ رحمه الله. قلت لما لم يذكر أنه أخطأ في رسالة صغيرة أو في أمر يدل على ذلك. قال لم يسعفه الوقت. قلت لما وأنت أقرب الناس إليه لما لم تذكر هذا في رسالة ما؟ فالتفت سيد فالتفت يوسف القرضاوي وقال اشهد ان كتب سيد قطب تفوح منها رائحه الدم دكتور علي وأكثر دكتور من علي ذلك روائح الدم في نتاج الفكر الصحوي دعني انقل هذه المساله الى الاستاذ اسامه جادو لانه لا بد من تعليق واراد استاذ اسامه عندما نحلل جميعا عن ولا شك ان الكل لديه غيره على مصير العالم الاسلامي بل مصير الاسلام الذي يتعرض اليوم الى نكبه لا مثيل لها. يعني عندما نجري قراءه ومقاربات في فكر الصحوه في تراث الصحوه نكتشف ما يلي لم تكن هنالك استراتيجيه للصحوه. لم ترزق الصحوة بعلماء ربانيين عباقرة ينقلونها من محطة إلى محطة ويقال أن الصحوة الإسلامية كانت تخبط خبط عشواء وكان الكثير منها مخترقا من المخابرات العربية ما الذي تقوله فيما قاله الدكتور علي الشعيبي وفي هذه النقاط التي طرحتها على جنابكم من المؤلم وهذا ما يؤكد هذا الحوار من المؤلم أن تنصب المحاكمات تلو المحاكمات للصحوة الإسلامية وهي الأمل ولا زالت وهي الروح ولا زالت في أمتنا الإسلامية قد أتقبل هذه المحاكمات وهذا هذه الانتقادات الانتقائية العشوائية سطر أو كلمة من وسط ستة آلاف وثمانمائة وعشرين ورقة في كل ورقة ما يزيد عن ثلاثين سطرا فناخذ كلمه او كلمتين او سطرا ونقول هذه هي الصحوه هذا هو فلان او علان، هذا مؤلم سيدي ان يعني تقييم وتقويم الصحوه الاسلاميه في اي مرحله من مراحلها او موجاتها كما افضل ان اطلق عليها انما تحتاج الى رويه والى عين الصقر وان نجمع المجالات التي تمددت فيها الصحوة الإسلامية. أمر آخر وهو أن الصحوة الإسلامية كانت بتوقيعات متعددة. وما وكان فيها حركات متعددة ومتنوعة. وجميل وحسن ما بدأت به الحلقة دكتور يحيى. حين عرضت نقولا ومقالات لمفكرين ولعلماء من مشارب متعددة ومدارس متنوعة تكلموا جميعا عن الصحوة الاسلامية، فالصحوة الاسلامية ليست تعبيرا عن اتجاه او عن مذهب او عن حركة واحدة، انما هي تعبير عن حركات اسلامية كبيرة عظيمة من الهند شرقا او اقصى الشرق الى حتى الاقصى الغرب، هناك يعني صيغ للصحوة الاسلامية وعطاءات للصحبة الإسلامية في موجاتها الأربعينية والثمانينية والحالية هذه التوقيعات وهذه الموجات من العرض بما كان أنها تحتاج إلى المجلدات وتحتاج إلى الساعات الطوال حتى تقيمها وتقومها الأمر الأهم دكتور هو أننا جميعا ينبغي أن نتكاتف وأن نتعاون من اجل تصويب وترشيد هذه الصحوه حتى تؤدي كامل اهدافها وكامل عطائها. كما قلت لحضرتك هذه مجالات متعدده. التاريخ اليوم ولو كان شمس الدين الذهبي قائما اليوم لكتب فصلا من فصول تاريخ الاسلام يمجد فيه عطاءات الدعوه والحركه والصحوه الاسلاميه لا في مجال تحرر الانسان من اعظم ابداعات الصحوه الاسلاميه انها ابدعت في مجال مقاومه الاستبداد والاستعمار والاستخراب والاستغراب بنت الانسان المسلم قدر ما تستطيع وقدر ما اتيح لها من امكانات وقدرات بنت الانسان المسلم القوي الحر الذي يانف الظلم ولا يرضى الضيم وينطلق يحرر ارضه سل عن البوسنه والهرسك سل عن بلاد افغانستان سل عن اماكن وبلاد كثيره جدا جدا يا سيدي لولا الصحوه الاسلاميه ما كنت تعرف شعبا مسلما اليوم في البوسنه او في افغانستان بل ما كنت تسمع ابدا عن المسلمين في ايران لولا صحوه اسلاميه اثمرت ثوره هناك هذه مجالات متعدده ومتنوعه صارت فيها الصحوة الإسلامية وانطلقت إن الحفاظ على القيم الإسلامية ومخزون القيم الإسلامية وإحيائها من جديد في نفوس المسلمين شبابا وشيوخا رجالا ونساء صغارا وكبارا حتى وجدنا ولا زالت ولله الحمد تعبير المساجد والحرص على أداء الشعائر واحترام المشاعر واحترام الشعائر الإسلامية كل هذا من, من تجليات الصحوة الإسلامية أخيرا أقول لك أيها الكريم أن الصحوة الإسلامية اليوم أثمرت طيارات إسلامية متدفقة في الإعلام في العمل الخيري في العمل الإغاثي موجات كانت من التبشير والتنصير وانت وضيفاك الكريمان يعلمون هذا هذه الموجات الضخمه التي اطلقت على بلدان غرب افريقيا وبلدان كثيره في عالمنا الاسلامي وعلى فقراء المسلمين بغيه تنصيرهم وتحويل ديانتهم هذه الموجات ما وقف لها الا الصحوه بعلمائها ورجالها ومؤسساتها كانت الحملات المضادة والانطلاقات التي انطلقت لكي تغيث المسلمين نعم. مرة تغيثهم أستاذ أسامة حين قتلوا نعم. وحين طردوا ومرة تغيثهم حين يعني ادلهمت بهم خطوب الفقر وتلاعبت بهم نعم. حملات التبشير والصهيونية استاذ اسامة دعني اقتبس من كلامك جملة ننقلها إلى تونس الخضراء. قلت ان الصحوه الاسلاميه اعادت احياء الانسان او بنت الانسان. لكن استاذ عبد الكريم الهاروني وقبل ان تتحدث عن التجربه التونسيه واستلام حركه النهضه لمقاليد الامور في تونس وهي التجربه التي اعقبت سقوط زين العابدين بن علي كيف تحول هذا الانسان الذي بنته الصحوة إلى إنسان إرهابي الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر أفرزت الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي دخل في معركة مع الدولة الجزائرية الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا التي كانت بنت الحركة الإسلامية الليبية ودخلت في معركة مع العقيد معمر القدافي الحركة الإسلامية في المغرب التي أنتجت الجماعة السلفيه وانتجت جماعات سلفيه في تونس حدت ولا حرج نحن نعرف اسلاميين معتدلين تحولوا الى داعش والى القاعده هذا على صعيد المغرب العربي دون ان اتعمق في السنغال في نيجيريا حيث بوكو حرام وما ادراك ما بوكو حرام ناتي الى المشرق العربي الاخوان المسلمون الذين تحولوا الى قوه عسكريه في سوريا وها هم يحاربون الدولة الوطنية في سوريا في لبنان حيث الحركة الاسلامية الام على الاقل في الشق السني لانهم جعلونا نتمذهب لفظيا للاسف الشديد وانا استغفر الله من كل مذهبية وطائفية نتجت حركات اسلامية مسلحة يعني هي نتاج لتنظيمات اسلامية كانت معتدلة عندما نذهب الى العراق نفس الشيء هل الحركة الاسلامية هي المسؤولة عن انتاج العنف والارهاب في العالم الاسلامي؟ واجبني بامانة شديدة لاننا مسؤولون امام الله استاذي العزيز عبد الكريم والاجيال ايضا الكثير من شبابنا لا يعرف تفاصيل الثمانينيات والتسعينيات بوضوح اولا الحركة الاسلامية عموما هي اجتهاد بشري قابل للخطا والصواب وقابل للتقويم ونحن مثلا في حركة النهضة نستعد للمؤتمر العاشر ربيع 2016 لتقييم تجربة 40 سنة وأخذ الدروس والتقدم إلى الأمام ونحن ندعو كل الحركة الإسلامية إلى القيام بمراجعات وتقييمات والاحتفاظ بالمكاسب وتجاوز السلبيات فهذا طبيعي ولكن حتى لا نسقط في جلد الذات أو في أن نبقى في خلافات عانت منها الأمة منذ قرون ويراد لها ان تبقى قرونا اخرى وحتى كذلك نعزل الحركه الاسلاميه عن محيطها العربي والاسلامي والدولي فانا اقول اولا ان الاسلاميين عموما في البدايه كانوا ضحايا العنف العنف الفكري والعنف اللفظي والعنف المادي وكانوا في البدايه ضحايا الاستبداد بل كانوا ضحايا حتى ارهاب الدوله. فدفعوا ثمنا طويلا وغاليا من اجل حريتهم وحقهم في التعبير والمشاركه فيجب ان نعترف باننا في عالم عربي حكمه الاستبداد والفساد والقهر ضد الاسلاميين وغير الاسلاميين وبالتالي اقترنا مشروع الحركه الاسلاميه بالمطالبه بالحريه للحركه الاسلاميه ولشعوبنا ولمن يخالفنا الراي وحققنا مكاسب على هذا الطريق ووصلنا في قمه ذلك الى الربيع العربي والثورات العربيه التي تحرك فيها الاسلاميون كجزء من شعوبهم للمطالبه بالحريه ووضع حد للاستبداد وارهاب الدوله وللانقلابات وللانقسامات الطائفيه والحروب الاهليه او التدخل الاجنبي والتبعيه للغير. فمشروع الحركه الاسلاميه في اصله اقترن بمطلب الحريه واقترن بمطلب الهويه لان مجتمعاتنا عاشت فتره من الضياع الحضاري والثقافي، وبقيت تبحث عن ذاتها، فالحركه الاسلاميه ارادت ان تقدم جوابا وتعيد الاعتبار للهويه العربيه الاسلاميه، وفي هذا حققنا مكاسب وتقدما، ولكن هذا الطريق الصعب والمملوء بالمخاطر وبالمواجهات، انتج مظاهر مرضيه وانحرافات في مسيره بعض الحركة الإسلامية ولذا لا نسقط فيما يروج له, له أعداء الإسلام من الربط بين الإسلام والعنف والإرهاب ولا نسقط في ما يروجه أعداء الصحوة الإسلامية أو الحركة الإسلامية عموما في ربط الحركة الإسلامية بالعنف والإرهاب فنحن في تونس مثلا قضينا 20 سنة في السجن ولم نتحول إلى إرهابيين ونحن في تونس كذلك قاومنا الاستبداد الفكري والثقافي والمادي والاجتماعي ولكن لم نتحول إلى إرهابيين وعندما وصلنا إلى السلطة عملنا مع غيرنا من العلمانيين في ائتلاف واحترمنا الحريات واحترمنا الرجال والنساء ووصلنا إلى دستور حسم قضية الحرية وقضية الهوية وأصبح دستورا يجمع كل تونسين وتونسيات كذلك لا ننسى أن الحركة الإسلامية قدمت نتائج مشرفة في مقاومة الإستبداد والإحتلال ففي أفغانستان قاومت الإحتلال الروسي وفي إيران قاومت الإستبداد المدعوم من قوى دولية وكذلك في فلسطين قاومت الإحتلال الصهيوني الوحشي وكذلك في العالم العربي ساهمت الحركة الإسلامية في مقاومة الإستبداد والفساد وهذا لا يمنع أن هناك مشكل داخل الساحة الإسلامية يجب معالجته بصراحة وهو أن بعض الأطراف التي تنسب نفسها للحركة الإسلامية فهمها للإسلام ومنهجها في الدعوة للإسلام وتعاملها مع الدولة وعمل المجتمع لا علاقة له حسب رأينا بالفهم الصحيح للإسلام الذي هو فهم يجعل الإسلام رحمة للعالمين وإسلام متعايش مع الديمقراطية ومكاسب الحداثة الإنسانية وهذا مشكل حقيقي هذا المشكل يجب وضعه في إطاره فالإرهاب لا دين له ولا وطن له وإنما هو تعبير منحرفة سواء كان باسم الدين أو ضد الدين سواء كان برفع السلاح أو أقل من السلاح سواء كان يمارس باسم الدولة أو ضد الدولة نحن نعاني من آفة تهدد العالم العربي الإسلامي وتشوه الحركة الإسلامية وهي الإرهاب والعنف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت سلمية وكانت دفاعيه وكانت رحمه للعالمين فهذا ذلك مرجعنا ما عدا ذلك هي انحرافات يجب ان نعالجها في الفكر فلا يجوز لاي تنظيم ينسب نفسه للحركه الاسلاميه ان يتكلم باسم الاسلام او يفرض الاسلام على غيره سواء كان في العالم الاسلامي او في غير العالم الاسلامي وكذلك ليس من مصلحتنا ان تسقط الدوله ويتمزق المجتمع حتى نصلح أوضاعنا ونحن في تونس قمنا بثورة شعبية ضد الاستبداد وكانت سلمية لا انتقام فيها ووحدت التونسيين حول دستور انفاقي وانتخابات ديمقراطية وكذلك لم نصدر الثورة إلى بلد آخر فكل شعب يختار طريقه إلى الحرية يختار طريقه الى الديمقراطيه، يختار طريقه الى الوحده، ونحترم حق شعوبنا في تقرير مصيرها، ولا نبرر العنف والارهاب كان من الدوله او ضد الدوله، كان باسم الدين او ضد الدين، فمشروع الحركه الاسلاميه يجب ان يقترن بالدفاع عن الحريه، بالدفاع عن كرامه الانسان رجلا وامراه، بالدفاع على وحده شعوبنا التي مزقها الاحتلال والاستعمار والتخلف والاستبداد والانقلاب والارهاب نحن مشروعنا مشروع ما زالت شعوبنا في حاجه الى الحركه الاسلاميه لان الحركه الاسلاميه يقترن مشروعها بالحريه وبالهويه وبالكرامه والعداله الاجتماعيه وبوحده الامه بعدما تمزقت منذ قرون فهذا نعم المشروع عبد الكريم. نزل قائما واول واول ما توفرت فرصه لشعوبنا نعم. بعد ثورات الربيع العربي وبعد اول انتخابات حره اختارت شعوبنا بفارق واضح الحركه الاسلاميه لقياده الحكم وهذا دليل على ان الحركه الاسلاميه لها ما تقدم لشعوبنا وهي قادره ان تجيب على اسئله المستقبل وليس الماضي فقط ولكن هناك عوده لارهاب الدوله وللانقلابات وللتقسيم الطائفي وللحروب الاهليه لمنع شعوبنا من ان تعيش حره لان كلما تقدمت الحريه تقدم الاسلام، كلما تقدمت الحريه تقدمت الحركه الاسلاميه، كلما رجع الاستبداد والتدخل الاجنبي والتبعيه للاخر كلما تراجع تاثير المشروع الاسلامي، فالمشروع الاسلامي هو مشروع مستقبلي ولكن هو ابن بيئته يتاثر بهذه البيئه وهو جهد بشري حقق عديد المكاسب وما زال أستاذ يحقق عبد الكريم هناك أخطاء يجب نعم التوقف عندها ما يهمني في هذا السياق ومن خلال منبر هذا أدعو الله تعالى أن يحقن دماء العرب والمسلمين والبشرية قاطبة وأن تتحقق مصالحات فعلية في العالم العربي بين السلطات والإسلاميين والعلمانيين والمركسيين والقوميين و أن تلتقي كل الجماهير العربية والمسلمة حول هدف واحد هو إعادة البناء وإعادة الاعتبار للإنسان العربي الذي صار أرخص كائن وكيان في المنظومة الإنسانية. مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم, وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا صدق الله العظيم اهلا بكم من جديد عدنا والعود احمد ان شاء الله دكتور علي الشعيبي نقطتان اودك ان تغوص فيهما اذا سمحت الاستاذ عبد الكريم هاروني اشار الى دور السلطات العربيه في دحر الاسلام السياسي وملاحقه الاسلام السياسي والواقع ان الكثير من السلطات العربيه تعاملت مع حملة المشروع الإسلامي بكثير من الاستئصال والتعذيب والقتل والنفي والتشريد وبالتالي هذه السلطات العربية فتحت المجال للعنف الإسلامي للبندقية إن صح التعبير لو كان في حكوماتنا عبقرية وذكاء وأنا شك أن يكون هناك عبقرية في حكوماتنا العربية لأنه بين الحكومات العربية والعبقرية بون شاسع يعني لو كان هناك تعاطي ديمقراطي سياسي سلس لامكننا ان نضبط المسار الاسلامي وفي نفس الوقت عندما حاكمت الحكومات العربيه وقلصت دور الاسلام الوطني ذهب الناس الى فتاوى التكفير من طرابورا الى قندهار الى باكستان الى كل المواقع يعني مثلا انا اتذكر عندما بدات الفتنه في الجزائر كنا نطالب بتحصين الاسلام الجزائري فعندما طوق لا. هذا الاسلام الجزائري ذهب الناس الى فتاوى ابي قتاده فهل تتحمل في نظرك لا. السلطات وزر ذهاب الاسلام السياسي للبندقيه؟ ثانيا بعض فقهاء الصحوه ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي كتب كتابا اسماه الصحوه الاسلاميه بين الجحود والتطرف. وكان يرشد هذه نعم. الصحوة ويدعوها إلى عدم حمل السلاح ولكنه انتهى نعم. به المطاف إلى تكفير العقيد معمر القدافي والدكتور بشار الأسد فكيف عندها نعم. يمكن الحديث عن ترشيد للصحوة إذا كان داعية للصحوة في البداية بدأ عقلانيا ثم انتهى تكفيريا نعم. أجبني عن النقطتين من فضلك أحسنت أحسنت أولا أشكر ما قاله ضيفاك ففي كل قول منهما خير ان شاء الله اما السؤال الاول حقا ان تعامل الحكومات العربيه مع ذوي الافكار الاسلاميه كان وما زال خاطئا خطا كبيرا هذا فكر والفكر لا يقاوم باي اسلوب اخر انما يقاوم الفكر بالفكر احسنت ولكن المفلس يقاوم الفكره بطريقه اخرى وقد ادى مقاومه الفكر بهذه الطريقه الاخرى الى المضاعفات السلبيه التي عانت منها الحركات وجعلت من نفسها يعني اساطير وملحمات عند الناس كان وما زال وادعو الحكومات العربيه الى عدم مقاومه الفكر باساليب سيئه تؤذي الاشخاص افرادا وتؤذي الجماعات وادعوها الى فتح باب المناظرات والمحاورات فليحاوروهم وليناظروهم وليردوا على بضاعتهم ببضاعة أخرى مماثلة أدنى أعلى لا ضير المهم أن يكون الأسلوب هو الحوار والفكر يحتاج إلى فكر هذا أولا لكن دكتور علي و دكتور علي نعم حكوماتنا العربية تفتح الشاشات كلها للمنجمين والمطربين فمن اين نجلب لك شاشه تفتح المجال للمنظرين والمناظرات والمحاورات نعم انا يا سيدي والله والله ثم والله لو كنت صاحب قرار لجئت بهؤلاء الشبان الذين يحملون هذه الافكار وصورتها على الشاشات وجمعتهم مع العلماء والمشايخ وامام الشعب كله تنقل مناظرات ومحاورات، تعال اخي عندك بضاعة جيدة أتبعك عندي بضاعة جيدة أتبعني أحسن. أو دعنا نتعاون فيما فيه مصلحة الأمة لكن اسمح لي أن أقول الصحوة صحوتان الصحوة صحوتان صحوة كما تحدث عنها الأخ أسامة أنتجت ثورة إسلامية عالمية في طهران ان الخطاب الاخير الذي وجهه القائد الخامنئي الى امريكا شباب امريكا الشماليه واوروبا نموذج رائع وعظيم لهذه الصحوه التي تدعو الى الفكر ويعني طرح سبعه اسئله على الشباب الاوروبي طالبهم بالاجابه عليها وهذا يعني هذا فكر. والصحوة الثانية مشدودة إلى الماضي بحقد كثير من ملفاته. في عام 2010 ميلادي عقد مؤتمر يناقش هذا الموضوع بطريقة أخرى في جامعة ماردين جنوب شرق تركيا في نيسان. نيسان. مايس وطرح المؤتمرون مثالا على ما يصلح لهذا العصر صلاحه من عدمه فكرة ابن تيمية وأقر المجتمعون على أن فكرة ابن تيمية لا يصلح لهذا العصر الآن الدماء التي في بلادي سوريا إلى الركب إنما هي بفعل فتاوى ابن تيمية والطرف الآخر الذي لا يملك إلا الحقد والبغضاء ويتهم الناس نحن أبناء سورية نعرف أنفسنا نعرف كل المذاهب التي نعيش تعيش فيها نعيش مع بعض نختلط مع بعض نعلم ان كان فلان صادقا في فتواه او كاذبا في فتواه دكتور علي سالتك عن الدكتور نعم. يوسف وكتابه الصحوه الاسلاميه بين الجحود والتطرف يا سيدي و... أحسنت والتطرف. أحسنت. الدكتور يوسف انا بالمناسبه كان عندي عشر نسخ من هذا الكتاب نعم الدكتور يوسف كان قد مشى باسلوب راقي وجيد وفيه صحوه وحين أتى الأخ عبد الكريم على ذكر الربيع العربي مع ألم الشديد يجب أن نتذكر أن برنار لويس هو حفيد برنار لويس صاحب أو الذي كتب مقدمة بروتوكولات حكماء صهيون وهذا المصطلح الذي عانينا منه الويلات والمصائب في بلادنا هذه ايضا هل هذا صحوه نعم هل نسميه صحوه اذا دكتور أنا علي في مقدمه نعم. حديثي اني قرات نعم. سيد قطب نعم دكتور... في بدايه السبعينيات صحيح. جاء الشيخ راشد الغنوشي الى بلدي الى مدينة الرقه على نهر الفرات فاعلمني بعض الشباب فارسلت خلفه واستضفته عندي وسمعت فكره في بدايه السبعينيات وسمعت فكره كانت كل افكار المهتمين بالدعوه الاسلاميه وبما نطلق عليه الان الصحوه كلها متبعه لرجل ابدعت ريشته حسن الكلام وكان كان حسن البنا يقول لا تناقشوا سيد قطب فهو رجل معجب بذاته ويحب المديح نعم دكتور المعلومة علي معلومة نعم دكتور علي اعطيني هذه المعلومه ثم سمحت. انتقل الى تركيا اذا بايجاز شديد لان الوقت يداهمنا والاستاذ اسامه ينتظر في تركيا رجاء طيب عيني طيب ادرك ادرك سيد قطب قبيل اعدامه بايام معدودات انه كان ضحيه وكانت بعثته الى امريكا 1948 لغايه 1951 التي ولفته ليكتب في الجانب الديني وقد كان ناقدا ساله زميله لم تترك النقد وتكتب في الدين؟ قال ان القطعان البشريه لا يجمعها إلا الدين وإني أريد أن أجمع هذه القطعان البشرية التي أصبحت الآن بفضل كتاباته قطعانا ذئبية تنهش هنا وهناك باسم الدين نعم دكتور علي ندم على ذلك نعم وأقسم بالله ثم أقسم بالله أن أخاه محمد قطب قد أقر لي بذلك ولم يكن يصدق أنه سيعدم نعم فحكم في 22 اب 1966 و 29 اب اعدم نعم دكتور آه علي بهذه السرعه اعدم نعم دكتور كي لا يتراجع عن افكاره دكتور علي التي يقراها الناس اليوم ويعبدونها دون كتاب الله نعم دكتور علي كانت لي حلقه عن السيد قطب وعالجت معظم افكاره وتراثه في وقت سابق دعني انتقل الى الاستانه الى الاستاذ اسامه جادو على وجه التحديد. الاستاذ اسامه لا شك اننا متوافقون ثلاثتنا من تونس الخضراء من دمشق الياسمين من دياركم ان هذا الغرب يهمه ان يدمر الاسلام وان هذا الغرب مشكلته الاساس مع الاسلام. وبالاساس هو الذي نكب العالم العربي والاسلامي وهو الذي ارسل ترسانته العسكريه وهو الذي حول المساجد الى اسطبلات في الجزائر وهو الذي حول المساجد الى اماكن اخرى هنا وهناك اذا الغرب لسان حاله دمر الاسلام ابيد اهله لكن ماذا عن العوامل الداخليه انتم كنتم صناع قرار في مصر والاستاذ محمد مرسي كان رئيس الجمهوريه العربيه المصريه ما الذي حدث ما هي العوامل الداخليه التي عرقلت مواصلتكم لصناعه القرار بعد ان وصلتم بانتخابات شرعيه وشارك فيها عموم الشعب المصري دكتور يحيى اعرفك منصفا وعادلا نعم فات حتى الان اكثر من 64 دقيقه نعم لم اعطى اكثر من 10 دقائق ولك كل وضيفك الدقائق من دمشق ومن دمشق تتكلم اكثر من عشرين دقيقه لك كل الوقت سيد اعطني العزيز اعطني اعطني وقتا تفضل. مناسبا مماثلا حتى ارد على هذه الـ هذه الـ الخزعبلات التي يحكي عنها استاذ اسامه عن استاذ اسامه اسمعني هو يروي عن موته و... ويقدح في ائمه وفي اعلام وفي علماء لهم عندي كل التقدير ولا ي... ولا يعطوهم فرصه الدفاع عنهم، اسمع هذا الكلام، يقول ان الدماء في سوريا والضحايا في سوريا بسبب ابن تيميه، هل البراميل التي تنزل اليوم من الطيران السوري ومن الطيران الروسي ومن كل طيران الارض من اتباع ابن تيميه؟ يا اخي الكريم يا دكتور علي، بيني وبين القبر خطوه او اقل وانت كذلك قل كل كلمه تشفع لك عند الله، انت تعرف ان مزابل التاريخ تحوي كثيرين ممن كانوا اسماء وممن كانوا ارقاما، هناك اسباب كثيره متعدده متنوعه ربما لا يتسع الوقت لها هي التي افضت الى حاله الانقلاب العسكري في مصر، هي التي افضت الى حاله الانقلاب على الثورات ثورات الربيع العربي. في مشارق العالم العربي ومغربه نحن نأمل في المرحلة الحالية أن أن يستبد أن يسترد شعبنا وعيه الكامل وقد بدأ هذا أستاذ أسامة اليوم العالم العربي وصل إلى لحظة حرجة إلى أقصى درجة انهيارات بالمطلق للدول للمجتمعات وافتقاد كامل للأمن بنظرك كيف نتحرك من وحي ثقافه الصحوه لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيره اقلا من اجل اجيالنا المقبله. نحن من جانبنا نحافظ على هذا الشعب وعلى هذه الدوله ونحافظ على الكيان هذه الدوله وكيان هذا الشعب ولذلك رفعنا هذه الرايه منذ اول لحظات الانقلاب. ورغم مراره ما يحدث ورغم يعني سخونه القتل واستحرار الدم ورغم ما حدث لنا احتسبنا ذلك كله عند الله وعندنا روح المقاومه واننا سنكمل الطريق والسبيل من اجل احقاق الحق وابطال الباطل من اجل ان يحصل شعبنا على كامل حريته من اجل استعاده الدوله واستعاده كرامه الانسان ومن اجل البناء الحضاري الذي كنا ولا زلنا نؤمل لشعبنا كل بكل اطيافه بكل تياراته بكل انتماءاته فمن حقهم ان يحصلوا على الفرصه الكامله والحريه الكامله والانسانيه والكرامه الكامله في المرحله الحاليه ايها الدكتور نحن محتاجين ان نتنادى كلنا ان نتنادى الاحرار من كل بقاع الارض ليلتقوا على كلمه سواء من اجل ان يكون حريه الانسان مقدمه على أي شيء من حربة الأوطان حربة الدماء حربة الأموال أن نرجع إلى الشرعية أن نرجع إلى الدساتير التي تحكم بلادنا لا مكان ولا موطئ قدم لمستبد ولا لقاتل ولا لمزور ولا لمزيف ولا لفاسد كفانا ما حدث طوال الستين سنة الماضية التي أعاقت سير وقدرات شعوبنا العربية والإسلامية وجعلتها في ذيل الأمم ما عدنا نتقدم الرك وقد قلنا الحداء له وقد قلنا المقدمين في الصفوف دائما يا سيدي أنت تعلم ما, ما يحدث الآن كل الترتيبات العالمية تجد في الخانات الأخيرة مواضع ومواطن لدولنا العربية والإسلامية كفانا ما حدث في السنين الماضيه ننظر الى المستقبل ونستشرف غدا طيبا نحن لدينا القوه الروحيه ان نكمل الطريق وان نستمر وان نبقى مستمسكين بمبادئنا وبقيمنا وبدعوتنا ورسالتنا وبشرعيتنا نحن لا نتنازل عن شيء من ذلك مهما كانت الضغوط التي تمارس علينا انا ادرك ان كثره الضغط وقوه الضغط تولد الانفجارات والانحرافات لكن نحن نقول لشعوبنا اطمئنوا فان قلوبا كالحديد وكالجبال تصبر وتصمد لن تنحرف ابدا وستبقى على الحق وعلى ما علمتموه وما عاهدتموه علينا برساله واضحه نحن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسير على نهجه ونقتفي اثره لا انحراف ابدا لم يكن هناك انحراف ولن يكون باذن الله تعالى انحراف لا في حاضرنا ولا في مستقبلنا نؤمن ان رساله الاسلام جاءت لاسعاد بني الانسان في الدنيا وفي الاخره تاخذ بيده ليعيش خيرات الحياه الدنيا وتاخذ الى الاخره الى الفردوس الاعلى هذا يقيننا وهذه ثقتنا ونحن نثق في الله تبارك وتعالى نعم الأستاذ أسامة جاد كنت معنا من تركيا شكرا جزيلا لك الدكتور علي الشعيبي كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الكريم الهاروني كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك مشاهدينا وصلت حلقتنا إلى تمامها إلى نلقاكم هذا يحيى أبو زكريا يستودعكم الله الذي لا تضيع ابدا ودائعه. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم صدق الله العظيم